الفن الفن عمري للفن. نقول عليك انت يا بابا ما نطفي في باله لين باكس. انت روحك خير هم كيف الهم اللي انت عايشه فيه وعمرك ما قدر في وسط بس في الزبله وناس كيف يا مالك. انت حبيت امراه واخذيتها وانا اخذيت امراه وما اعرفش نحبها. تعرف مالك ياسر حبيت فيك حبك المرتك وحشتك يا بيه. نعرفك تفهم برشا في الموسيقى في السينما منعشني أحوالك شقاولك. لا لا أحوالي باهية برشا وعندي برشا ما شفتش فيه اللي معجبني كما اليوم شدنا حتى للآخر خاطر آخر مرة شفت معناها افون بروميير نتاع فيلم ما عجبنيش بكل هوني اليوم جيتي اغريابلمون سوربريز تبارك الله عليهم. معناها انا فرانشمون ريم ما ايباتي كالعاده بالصبر نتاعها من بعد كيفاش معناها عملت الريفولت نتاعها. ياسين كيف ياسين نعيط لهم باسم بالحقاني ولا باسم الاخر كلهم رميلا فريمون تبارك الله عليهم كلهم. سي ان بون فيلم صافي لونتون ما شفناش فيلم تونسي يشد للاخر الحق ان غران غران برافو. اول فيلم تونسي يعجبني يعني متكامل من جميع ما به شنعدها. اولا القصه روعه فيها ثلاثه حاجات. حاجه الاولى هو تربيه الصغار في الوقتنا هذا. اثنين الدور السلبي تاع الاب اللي عمل ديما على المراه وهي وما اعرف شنو والدور الممتاز اللي قام به اسمه ياسين. يعني اللي احنا نتوقعوا كيما نقولوا هاو حبوا بعضهم وباش ياخذوا بعضهم كل شيء. دونك النهايه كانت متوقعه عندي انا متوقعه اللي ما يلزمش ياخذوا بعضهم باسكو سي ايمي سي با توجور ايبوزي الواحد. يعني انا باهت اول مره فيلم تونسي يعني وحله سي وحله فريمون وحله. وحلة الناس الكل خرجت قالت وحلة العائلة ساعات ولي وحلة الحالات هذوما وحلة صحيحة يلزم نعرفوا كيفاش نخرجوا منها أخف الأضرار. نتصور هي الوحلة الصغيرة اللي تعكس الوحلات الكل الآخرين الكبار خاطر العائلة كنموذج صغير من المجتمع معناها هذه الوحلة الأولى. وحلة الحكاية وحلة انتي وحلة كنت تنتمي تطلع لي. وحلة في شكون في الآخر؟ والله الوحلة فيهم الكل كلهم وحلين كل واحد وحل في مشكلته. فينالمون كل واحد حل مشكلته وسمانيغ ما حبيت نشوفها هكا انا حبيتها تفهم معاه وهو محليه فرانشمون ما انا عرفت كلي انا الغالب رومانتيك ومن برج السرطان نحب الحكايات المزيانه وكل. انت تحب النهايات السعيده؟ نحب النهايات السعيده والو دغوز وكل شيء كان بودي تاخذوا يعيشوا مع بعض مش تشوفوا يشوفها مع صغيرها و وطفيه شويه معناها تقول راجلي استنى فيا وكل حق. هذيك شو قلت لها توكي كمال دير قلت لها انت ميشونت ومشيت للراجل ريم قلت له انت ميشونت زيد عرفت كلي تلمو حسيت روحي لبست الفيلم ودخلت في الفيلم كلهم قلت لهم ميشون فريمون هين فريمون هين. ان تري بون فيلم فيلم فاميليال يتفرجوا فيه العائله. كولد سيني كلوب متبع شويه الافلام جو بونس كو ثما
ساعات شويه مونك في السيناريو في مش سيناريو في الديالوج جوري مي يكون اكثر ريش في الديالوج مي لي دي جينيرال با مال دو تو دونك عجبني فيلم برافو محمد مراد على البرفورمانس فين صاحب الدين زاد ما قصرش سلمى محجوبي زاد ورات وجه اخر مهذب وريم فالور سور ما نشوفش نحكيو عليهم دونك وي ان تري بون فيلم لي دي باهي على الاخر. قبل ما تجيني قلت انا تو في وحله انت واحد تو اما مش كيما الوحله نتاع قبل ما يبدا الفيلم الحقيقه تو عندي وحله اخرى فيها شويه هكا تفرهيد اما كلنا رانا نحن في وحلات كل واحد وحلته معناها وكلمه وحله على بساطتها ناكد لك انه كل واحد يستعملها على الاقل مره في النهار معناها ملا وحله هذه نستعملوها على بساطتها تعبر احنا نقولوا الهبال وحله من بين الوحلات هو الهبال صحيح ونحن الفنانين ذروا عندنا جزء من الهبال معنا كما عندناش شوية هبال ما ندخلوش في تجارب فنية ما نعرفوش شنو النتائج متاحة وين تنجم تهزنا معنا صح أرجع جمحتنا في الجنة وانا طيب لك اللي تحب عايزك صح لين سيبارك شكون كيف أو كانت تتنى لو ينصر هو بطبيعة لنا خلص أنا أجي في رأسي هذا أخي بلال مش نعشى معنا ليلة؟ يا بلال ليه بس مع صح؟ كلمني العشية في السبورة ما تعرف بارك بنسبة تحذيرات ربي معك بلال ممكن كانت أكثر واحد قرر فينا؟ يا حسن وقتنا غير وقت اللي بالك احنا قبل بتحملين مسؤوليتنا بالصبر هما توا عليك كانت لا لو حاجة من عينيه هو يقول لك الفيكو نتاعك يخليك يتسلكها يتوحل لهنا يتوحل يتوحل وي وي صحيح صحيح بيان سور كل واحد يعني الباركور هذاك تاع العائله بيان سور عنده انعكاسات على الشخص في تكوينه في علاقاته في صناعه مواطن في الاخر معناها العائله هي الماكينه اللي تصنع المواطن اليوم رينا مع بعضنا نموذج من هالماكينات اللي تنجم تكون فاسده بوجهه نظر كيما تنجم بوجهه نظر اخرى تكون صالحه. وانت تتفرج سي سور حسيت بحكايه، سي سور جات لمخك حكايه، شنو هي الحاجه اللي جات لمخك؟ ما تنجمش نحس بحكايه لانه هي حكايه المخرج. حكايه المخرج حكايه السيناريست نتاعو حكايته كيفاش هو قدمها كيفاش وراها لنا هذيك حاجه اخرى كل واحد كل واحد وكيما يقول سي فاضل ربي يذكره بالخير وربي يفرج عليه كل واحد الشغل نتاعو معناها كل فوالا كيفاش وظف هو الحكايه هذه اللي ممكن تكون مهمه كحكايه فهمت فوالا انا حسيتك توا واحد لا مش واحد ولا لا والله تعرفني لا اون بلوس جو نو بو با دوني ان افي معناها اشو على 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 فيلم مازال كي خرج كان في ايام قرطاس السينمائيه في المسابقه الرسميه وندل على شيء فهذا الفيلم معناها ممكن ما كانت في ايام قرطاس السينمائيه اتخول له انه يكون معناها اليوم فيلم يستحق الاحترام. العائله اليوم ساعات لازم تكون المنفذ وساعات العائله بالحق هي بيدها تولي المشكل وهي بيدها تولي الوحله وتلز البرشة وحله وحله هو العائله اليونيفرسال العائله اللي تنجم تلقاها في اي بقعه في العالم من برا مزيانه ومن داخل مريضه دونك يلزمنا نعرفوا كيفاش نداويوها كما قلنا باخف الاضرار. هو لخصها طبيب وقت اللي ولده عمل له اوفر دوز وقتها قالوا كل ريسبونسابيلتي عندكم انتوما. الفيلم حاب يوصل اللي ممكن المسؤوليه نتاع الوالدين مهمه برشا في تربيه الصغار
في حتى طريقه تخمامهم الشانجمون لازم الوالدين يفيقوا به قبل ما الطفل معناها يعمل حاجات بتقدر تخرج على 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 نمط العائله الطبيعي. دونك جو بونس كو وي المخرج حاب يوصلنا انه راهو الفاميليا مهمه جدا في التاثير مهمه جدا في مستقبل الصغار. في الحاله متعياني هي المنفذ اكيد اكيد في المنفذ اكيد ديما تصير اي مشاكل في اي عائله كما شفنا المونك تاع الكوميونيكاسيون وين يوصل. دونك بالنسبه لي اهم حاجه في الدنيا هي الحوار باش تحل خاصه بين العائله. لازم الصغير يحكي مع ولده كيف كيف الطفل كي يبدا عنده مشكله ولا عنده حكايه لازم يلقى ابوه ولا امه يستنى فيه موجود. دونك نصور هذاك هو السر معنا. كل عائله باش تشوف وحله باش تقول زعما احنا وحله ولا احنا المنفذ، احنا المشكل ولا احنا الحل في الاخر. هو اللي يتبادل ذهن الانسان من الاول هو انه ديما هو المنفذ، خاطر الانسان خاصه في ظروف تبدا معينه ما عندوش الطاقه الكافيه اللي باش يقف مع روحه ويتسائل ويسمي اون كيستيون. ولكن الفن هو مجعول هذا، اللي يخيب روحه نافذه يوخر شويه، وربما النافذه اللي يخيبها هي مفتوحه تنجم تكون مغلقه. شنو كليت فرنسا؟ لا ما فرنسا، انا دار في بيروت ريزون كونفرنس. جست لي نسيان هكا ما قلتليش شنو رايك كان؟ عجبك؟ عاود تبدل الجو. وين هو غير الصابون؟ مالك طاب؟ تقصد هرب؟ يا اللي قصد طاب؟ سلوى خليت الباب محلول يا اخي طاب ورجع. أنا في بالي أحسن بلاصة للعصفور كي يبدا حارج نحاته بتاعي الحر. الحرية مش ديما بالي. أنا نوفر لك كل شيء أنا ولا يبي مش نقصها. أما أنا أنا بمخ عصفور مش نبداها. أنت قلت. الفيلم عاقل، الفيلم مؤدب، الفيلم متربي، الفيلم نظيف. الحق ما فيهش برشا هكا، ما تقولش فيه برشا وحليت اون فان كونت، لازم تتفرج فيه حتى وانت في داركم مع عائلتك، صغار الكل ملمومين، العائله الكل ملمومه، بوك من غادي امك من غاديك، امورك واضحه، فيلم نظيف، فيلم شريف. شريف شريف، اغزلي، اغزلي هنا، نقول لك انا حاجه، انا هذايا بتاتر سيت اون بروف اللي باش نقولوا راهو نجموا نطرقوا لبرشا مواضيع، دي مواضيع ديليكا شفتهم وكل شيء، ما غير ما بالضروره نمشيو للمناطق هذيك معناها كل شيء معناها. انا ما خممتش فيها ولا قصدتها لا ما قصدتهاش معناها، هو مشى بطبيعته بالمنطقه هذيك وانت في النتيجه انك تتفرج فيه انت وعائلتك وكذا والهدف منها ودريالك شفت معناها انت معناها تستجلب فيك برشا تساؤلات وبرشا حكايات. انا بتاتر ما نوافقكش بتاتر، خاطر انا ديما نعتبر انه سيتان شوا بالنسبه للمخرج انه يعمل فيلم نظيف ولا فيلم نظيف. كل واحد واختياراته. بالنسبه لي السينما مفتوح للجميع، اللي يلقى روحه في فيلم يتفرج، اللي ما يلقاش روحه في فيلم ما يقصش الشكاوى يتفرج. معناها مش نوعيه الافلام اللي تخلق جدل، اللي تنجم تحل قرب لا، اللي تنجم تحل برشا مشاكل، اللي تعمل برشا حديث، اللي تحل خماضه. والله هذه وحله اللي حبيت تقولها لي تو، ما نعرفش انا ما نحبش نعطي رايي في الموضوع هذا بطريقه مباشره، ما نقول لك اللي كل واحد واختياراته والجمهور راي في الاخر. احنا صحيح عنا ثقافه معينه وتقاليد معينه، ولكن زاد السينما يمس برشا حاجات. السينما هي شاشه حره لاصوات ولافكار، كل واحد حر شنو يعمل في الاخر. انا كمواطن تونسي الفيلم مش يقلقني، نعرف مش يقلقني ما نمشيلوش. فيلم نعرف انه مش نمشي انا وبابا ولا انا واختي صغيره ولا انا واخويا نمشي نتفرج. فما سينما مؤدبه وسينما مش مؤدبه، فما فيلم مؤدب وفيلم مش مؤدبه، ما نعش. فما فيلم معبي ومليان وفما فيلم فارغ. اما يقعد ديما فيلم. انا هذا رايي ولكم سدد النظر. احنا ما نلوجوش على حاجه كي اتير لاتونسيون باش تمشي للباد بوز ولا باش تعمل بوز بو ريان. احنا هذا فيلم خممنا فيه برشا، حلمت نادر فرحت به برشا كفكره وكنص وكاخراج. الحمد لله خدمته في وقته والحمد لله خرجت توا للجمهور وان شاء الله يراه. ليش فادي؟ قلت لك ما سامحتني ما
برشا باش تمحقها يا عايل. شفتك في التلفزة وشفتك في السينما، سي توت افي ديفيرون. مبدل ماكش انت هو بيدو، معناها قاعد اليوم شفت حاجتين ديفيرونت. الفارس اللي شفته في التيلي غير اليوم فارس اللي راه فيه في السينما. مرسي بوكو ساعة، مرسي على الكلام اللي قلته لي، خاطر هذاك اللي حبيت نخدم عليه الحقيقة. خاطر كيما رينا زوز فهم حاجات شفناه، معناها فما أحداث تعاودت في المسلسل كيما في الفيلم بالنسبة للبرسوناج نتاعي. دونك كان لي ديفي إني نكسر بيناتهم الزوز، فهمت؟ بقينا فراكتوس خدمته قبل فلوجة، فهمت؟ الحمد لله الحمد لله. ذاكش حبيت يلاحظ جا المشاهد، وأكثرية معناها حبيت المساج يوصل انه معناها شنو اللي صار في الفيلم، شنو نخرجوا منه في الاخر. فيلم يظهري حاجه ديفيرونت بالنسبه لي كنت هكا ولا اللي ديفيرون. كل عمل بالنسبه لي انا مختلف على غيره، ونحاول نبدل في ما ناخذش نفس الادوار، حتى كان كما يقولوا لي وليد تاخذ في دور الام. فما برشا امات، فما برشا انماط نتاع امهات. جو نبونس با كو الامهات اللي قاعده نعمل فيهم الكل يشبهوا لبعض. لسان انتي بركان، حسن دين حاج نجم يترشد في وجهي. جو بو با سا دون مي. ريتي بايت تكون وسطك. سيبا سحالين سيناريو شكون كيفك؟ او كان تدلل وهي تصرف وبالطبيعة انا خالص. اي عمل فيه ريم الرياحي حتى كي بدا طايح يتشنقل الفوق يتهز. ان شاء الله ديما هكا، يا ربي حبب فينا خلقه، وان شاء الله ما نخذل حد، وان شاء الله السمعه اللي موجوده انه ريم ما تعمل كان حاجه بيها ان شاء الله تقعد يا رب. مو ديما 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 كي باش تتفرج في مسلسل ولا في فيلم تقول عندي جارانتي على خاطره هو باش نمشي نتفرج. انا بالنسبه لي ريم الرياحي سي توجور ضمان غارانتي. كي نلقى اسم ريم الرياحي نمشي نجري من غير ما نخمم، من غير ما ندورها في مخي، ومن غير ما نقول ربما اليوم ما عنديش وقت ما نجمش نمشي. هذا شرف ليا انه العباد تخمم هكا وانت تخمم هكا. انا نحاول نختار اعمالي، نحاول ما نلوحش روحي، وان شاء الله ديما نوفق في الاختيارات هذه، ونكون عند حسن ظن الناس الكل. انا راهو كي دخلت للعمل هذايا مش بمنطق باش نوري شنو انا قادر باش نعمل. معناها انا دخلت انا ثروت اللي دخلت مسخن كتافك. انا دخلت مسخن كتافي، مشروع واحد يدخل مسخن كتافه، خاطر ليكيب هي اللي تهز البروجي. ومش كان هما داير، حتى محمد مراد مكشفت البرستاسيون تاعه، وفارس عبد الدايم، وانا نعاود نوجه لهم مره اخرى للالف شكر الجزيل اللي دخلوا وانخرطوا معايا في المشروع هذايا وهزوه معايا دو اجوس كازيت.